السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزل. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا ما هي الاسباب التي جاء وين نقولوا باللي وين خلات يعني مصر ترفض مواجهه الجزائر، يعني بسبب ضعف المدرب، بسبب ضعف يعني ما شافوش باللي مدرب ينجم يواجه الكبار، وخاصة الإعلام الباسل، الإعلام اللي باسل مكانه، ماشي باسل في القتال، لا باسل مكان والو، إعلام يعني جا ناس اللي يتكلموا يعني في المواقع التواصل وين ولاو يعني تربحه يبدا يعاير فيك، ما تدير ماتش نيل يبدا يعاير فيك، يعني مكاش حاجة زعماك يهضروا على الحاجة تاع بلادك. أنايا نقول لك أنت كي تخرج تقول لي خرجوا شا خرجوا شا قال لك؟ قال لك لا التوانسة ما بغاوش يلعبوا. انت لعبت، انت لعبت محسوم، انت لعبت، شلعبت يا اي شلعبت يا قولي شلعبت، تقولي توانسة ما بغاوش يلعبوا، انت شلعبت، قولي انت كي لعبت، قولوا لي هذا المدرب كي لعب، خطة كي دايرة لعبها، خطة كي دايرة قولوا لنا. هاو درك انت بلاد ما بغاش تلعب، تجي تقولي تونس ما بغا، انا اللي ما بغاش يلعب يدي ستة، اللي ما يعرفش يلعب كيما جيبوتي دا ستة، دا ثمانية ولا ما عرفش شحال. هذه هي نعرفها كيما هاك، بصح انا كي نعرف انت بك شايف تا البيناتي لاربيت عطاك بيناتي ما كاش منها بيناتي كاع ما كاش، وقلع بيناتي فالابل توانسه، وتجي تقول لي تونس ما بغاش تلعب، تونس كتلاتك، تونس خلي خرج هذاك قيطون هذاك، خرج هذيك ركبت لك السكر، تونس كتلاتك، كون تونس بريمير ميتو نورمالمون يخرجونا بثلاثه باردين القلوب. انت اللي انتوما اللي قلت لكم ايكيب تكذبكم تضربكم بخمسه ولا سته باش تتحروا ليشان. انا نقول لك قدامنا ندخلوا الكاس، قدامنا ندخلوا كاليفيكاسيون كوب دي موند، الله يجعل ان شاء الله بربي في سيبتوم كاش منتخب نلعبوا، لازم لنا منتخب مليح، ماشي تروح تجيب لي موريتانيا ولا تروح تجيب لي، لازم تجيب منتخب بمعنى الكلمه وواجه لعب له. نتحداك تلعب مع السنغال، نتحداك تلعب مع بوركينا فاسو، نتحداك تلعب مع كوت ديفوار، نتحداك والله ما تلعب مع تخاف جنوب افريقيا، تخاف منها نتايا. عندنا علاقه مليحه، عندنا علاقه مليحه، نورمالمون نجيبو نقولو روحو شرفونا بنديرو افتتاح ملعب تاع نيلسون مانديلا من جديد، روحو شرفونا لعبو منتخب تاع جنوب افريقيا، انا مسميين عليكم باباكم، روحو. لا يدبر لك لعبو مع جيبوتي في طول السلسله لا هزيمه، لعبو لبو ما جيبوتي في طول السلسله لا هزيمه، من ميتا ما خسرتوش، النيجر الي روتور اي كات ماتش، راكم في كات ماتش راكم في طول، هيا نزيدو نقلعو، وي نزيدو نربحو تنزانيا خمسه، نزيدو نربحو كاس ايكيب اخرى سته وندخلو، ومين يقلبوكم في الصح، مين يقلبوكم في الصح، ها راكم عارفين شنو يديرولكم، ايوا كي يقلبوكم في الصح راكم عارفين شنو يديرولكم. مدرب لي غينيا استوائية تمركيلك في 24 دقيقة الأولى وما تنجمش تعاود تولي في بارتيا، تا مدرب انت كحشم على روحك كل واحد، هيا قولوا لي ايكيب انت يا هذا مدرب كلاس خاطرية في الموت، هيا قولوا تشولا كاش ايكيب عيطت له، والله واحدة ما عيطت له، قاعدين تكذبوا عيطوا له هبا يدوها يروح دروك، هيا روح تشولا تروح، لا ما تروح تسيب انت كيما هاك، انت بروحك مش راك مأمن باللي كاين كيما هاك، انا نقولها لك. وين اعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان رسمي يوم الاثنين برمجة مباراة ودية بين منتخب تونس ونظيره المنتخب المصري، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار 2024. وكشف البيان المباراة ستقام يوم 12 سبتمبر، ها الناس قال لكم ما نلعبوش معكم، صحيح تربحوا مصاروا قال لكم ما نلعبوش معكم، توما منتخب ضعيف، حنا رانا نحوسوا نلعبوا مع منتخب ينوع عنا اللعب، توما ما تنوعوش اللعب، 11 راهي يلعب أيا دخلها أيا أيا راه شفتي خرج 11 دخل 11 سليمان أيه خرج بنجاح دخل سليمان عوار أيه راه شو راه كسبوه زروخ يروح أيه يدخل عوار
كاين البوكوت محرزه ملي يعطيها الدوره هذا بكا كيما هكا هذه هي كان والو منتخب وطني الجزائر غادي يلعب يعني تضخ دماء جديده بارجاع لاعبين 2019 بقى مخلوع عليهم يقول لك الشايبي غادي يدير تير في لافريك يا ودي غادي مال كيبا انت يحزر في الاخر يحزر في بلايلي قال له غيجري ما ايكيب غيجري قال له غيجري راك في ليكيب ناسيونال يجري انا بقى مخلوع يقول لك غادي نجيبو كويري وا كويري تا غادي يجي الاخر ما غاديش يجيبهم هذو ما غاديش يلعبهم وكاع يجوا انا قلتها لكم ونعاودها لكم كاع يجوا كاع يجيبوا ويصغروا زيدان ويصغروا كاكا ويصغروا ديكو ويصغروا كارنافالو ويصغروا باجي ويصغروا كاع ويجيبوهم له اقسم لكم بالله العلي العظيم الى خسر انا ويراك تعاوز تروح لكوب دي موند والله ما غادي تروح لكوب دي موند انا نقولها لك انت مدرب اقسم لك بالله العلي العظيم ما غادي تروح لكوب دي موند انا نقولها لك يا كوب دي موند ما تشوفها تتفرجها في التلفزيون بصح بس تشوفها والله ما تلعبها باذن الله وان شاء الله يا رب العالمين انا نقولها لك لازم تروح كي تروح بتصنعوا منتخب خاطر علاه رانا نضيعوا في الوقت معاك رانا نضيعوا في الوقت معاك انا راهي داخلين الحيط انا نقول غادي تولي لينا اكبر كشفه انت الا قعد غادي تولي كشفه للجزائر يعني 10 كوب دي موند يروحوا وغادي ما نروحوا لا شيء هذه هي وين يلتقي المنتخب المصري وتونس في 36 مباراة رسمية وودية بحسب يعني موقع 11 بي 11 وتميل الكفة لمنتخب نصور قرطاج الذي حقق الفوز في 15 مواجهة مقابل 13 انتصار للمنتخب الفارعين بينما تعادل في 8 يعني مناسبات واستطاع المنتخب التونسي هز شباك الفراعنة في 39 مرة بينما تلقت شباك نصور قرطاج 36 هدف وتعد نتيجة هدف للصفر أكثر تكرر في تاريخ مواجهات مصر وتونس يعني فقد انتهت 13 مرة بينهما بهذه النتيجة وتعد آخر مواجهة بين مصر وتونس إلى يوم 15 ديسمبر الأول 2021 ضمن نصف نهائي كأس العرب قطر 2021 وانتهت بفوز منتخب نصور قرطاج بنتيجة هدف للصفر على قضية مصطفى يا مصطفى مركها الروحة مصطفى يا مصطفى بكم عقل ليا مركها الروحة يعني يزرع لينا هنا وغادي ما نعرفوش بولا حنا ولا قولوا انتوما قولوا الناس تكذب عليكم قولوا واه قالك ايش قالك المشرف وزويزف يتفقان على ان معسكر المقبل سيكون اخر موعد تجريب لاعبين وجلب لاعبين شباب يا ولدي نتوما وين جبتوا لعابه على جبتوا لعابه نتوما جبتوا لعابه ولا نتوما اش جبتوا لعابه غادي ماشي ما جبتوش حنا عندنا منتخب يعني في المستوى لكن ما عندناش مدرب لازم ديروها مليح في رسالكم حنا ما عندناش مدرب هذه هي حنا ما عندناش مدرب دخلكم ليه في رسالكم حنا والله ما سعوا مدرب يا عليك ما شوفوا بيها ما عندناش قال لنا فوزي لقدامو وقولوا صح قولوا فوزي لقجع كشف الاتحادية هذه قولوا فوزي لقجع كشف الاتحادية الجزائرية تاع الكذب هذه هي حقيقة لازم تقولوها عشان انتوما ماشي ما تهدروش هذا الصح انتوما والله ما تهدروا الصح قاعدين تكذبوا يعني تقصر يعني مدربتين مدرب هذا والله ما مدرب كاع والله ما مدرب اودي غادي ندخلكم في لسانكم
اقعدوا تبيعوا اقعدوا يبيعوا لكم يبيعوا دروك يخرج عليكم ذاك اللي قال لكم كلوا المقروط غادي يقول لكم كلوا الشوا والملفوف الناس تاكل في الملفوف وانتم تشوفوا كي مكشفه انا نقولها لكم اقعدوا كيما اقعدوا ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو باش دائما معكم بجديد ونمشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.